الذي يتهاون في الوضوء لا يسبقه أي لا يتمه، فنقول قد أسأت وظلمت لنفسك، جاءتك السيئات من تلقاء نفسك وأنت تريد الحسنات، كما أنك تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ كما توضأ نبيك دون زيادة أو نقصان. لهذين هاتين العبادتين الجليلتين العظيمتين الوضوء والصلاة أمر الله تبارك وتعالى جل جلاله وتقدس أسماؤه جبريل أن يهبط من السماء إلى الأرض ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء كاملا، وأمره مرة أخرى أن يذهب إلى الأرض ويهبط ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كاملة. فالأمر أمر دين، فالذي يأتي هكذا يتلاعب في الوضوء فليبشر نفسه، إن مات على ذلك أصابته النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل حتى الصحابة ومنهم الأنصار والمهاجرين، قال ويل للأعقاب من النار،